شركة شاهين. شركة شاهين لصناعة الآلات الغذائية الغير قابلة للصدأ التي تم إنشاؤها عام 1980 من قبل السيد ميمات زكي شاهين لإنتاج كافة أنواع الآلات الغير قابلة للصدأ الغذائية، تاركة وراءها ما يقارب النصف قرن. شركتنا التي كانت تعمل في ورشة صغيرة في السنوات الأولى من إنشائها التي تطورت ونمت مع مرور الوقت، حيث انتقلنا من الورشة الصغيرة إلى مصنعنا الكبير الحالي في المنطقة الصناعية في قونيا على مساحة إجمالية حوالي 20,000 متر مربع، 7,000 منها مغلقة و 13,000 مفتوحة، حيث يتم استخدام مواد خام عالية الجودة وتقنيات متقدمة في مجال التصنيع، حيث أن شاهين، وولبونت وجوك فيليت علامات تجارية مسجلة لدينا. نحن نقدم الحلول المتعلقة بخطوط إنتاج الماكينات والمعدات اللازمة لصناعة الوجبات الخفيفة والسكر والشوكولاتة والكريمة والكراميل والصلصة والحلويات والمربيات والدبس. نحن نقدم حلولاً لإنتاج المنتجات الغذائية وضمان سلامة المنتج وتخزين المنتجات بطريقة سليمة في هذه العملية. عملية مراقبة الجودة لدينا حيث تبدأ بإدخال المواد الخام إلى المصنع ويستمر خلال مراحل التصنيع وينتهي مع إرسال المنتج النهائي إلى المستخدم. نحن ندرك أننا مسؤولون عن صحة ملايين الأشخاص. إنتاجنا منتج وفقاً لسلامة المستهلك والوعي بالنظافة. تقوم شركتنا باستمرار بتطوير منتجات جديدة بما يتلائم مع متطلبات العملاء بشكل صحيح ويوفر الحلول الأكثر ملائمة واقتصادية. نحن نقدم حلولاً بدءاً من مراقبة جودة المواد الخام للأغذية إلى معايرة وتخزين وإعداد مسبق والنضج والتكيف والحصول على المنتج المطلوب. نحن نأخذ عملاؤنا خطوة بخطوة إلى الأمام من خلال المنتجات المحضرات الكاكاو وخزانات التجهيز والأنابيب المغلقة ومرشحات التنظيف الذاتي في مطبخ الشوكولاتة والكريمة، الكراميل والصلصة والحلويات والمربى والدبس من خلال الحلول التي نقدمها مع التحضير المسبق للطبخ وعملية التبريد للمنتجات التي ستمكن من الحفاظ على مذاق وجودة المنتج التي نبحث عنها لسنوات عديدة. إن أنظمة تفريغ الأكياس وغربلة الاهتزاز والترشيح المتاحة للبودرة والمنتجات الحبيبية من عملية التحليل الشوندر السكري والكشف عن النفايات ووحدات التحليل القطبي ومصانع السكر التي أحضرت من عينات الشوندر السكري ومعدل النفايات وقياس القيمة القطبية عن طريق جعل الآلات الأوتوماتيكية بالكامل تساهم في الاقتصاد الوطني. في شركتنا الاسم والجودة، حيث يقوم الخبراء بالعمل وفقاً للأنظمة وإدارة الجودة والإنتاج للمعايير الدولية، حيث تلبي توقعات العملاء في جغرافيا واسعة تتراوح من الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط والدول الآسيوية والدول الإفريقية. قيمنا الأساسية هي أن تكون موجهة نحو العملاء وأن نكون صادقين وموثوق بها لإقامة علاقة تجارية قوية لتكون مبتكرة في هذا القطاع ولتقدير موظفينا التي تظهر الحساسيات اللازمة من حيث السلامة المهنية والبيئية والصحية والغذائية، حيث تتقدم بثقة لكي تصبح علامة تجارية عالمية. من المهم بالنسبة لنا تقديم حلول مرنة توفر قيمة مضافة لعمليات عملائنا ولضمان أعلى مستوى من العائد على الاستثمارات التي يقوم بها عملاؤنا. نحن اختصاصنا الآلات الغذائية في مجال الحلويات والسكاكر في المطابخ. شركة شاهين لصناعة الآلات الغذائية المقاومة للصدأ.